بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم العزيز اللي موجود معنا بشكل يومي كل ليلة على مسرح الولايات بمركز البلدية الترفيهي بصلالة، مساكم جميل كجمال قلوبكم الرذاذ رائع وجميل، يعني عادة ما ينقطع الرذاذ لكن لأوقات معينة ولأيضا مواقيت ولأيضا أماكن معينة، بس الأجواء كثير رائعة وجميلة على المحافظة، وإحنا تحديدا في صلالة وبثنا المباشر من هذا الموقع والمكان، رذاذ منعش جميل. شايفين الآن معنا هذه لقطة مباشرة، بس الجمهور متعود معانا ما هو الرذاذ او المطر اللي يخلي الواحد ربما كذا يهرب من المكان، بالعكس الامطار كثير جميله اليوم على ابره. على فكره امطار كانت غزيره، ان شاء الله تكون امطار خير وبركه اكثر من وادي ايضا الاوديه المعروفه في ولايه ابره. تعرفوا الامطار ايضا تلطف الأجواء، والأجواء عادة بعد الأمطار والسحاب تكون عادة جميلة، وهي الأجواء إجمالا خلال هذا الشهر المبارك الفضيل على مختلف محافظاتنا كذا في نسمات باردة وجميلة. 18 من شهر رمضان الليلة، 19 من هذا الشهر المبارك الفضيل، فعلا كذا يعني يشد الرحال. شهر رمضان المبارك دائما خفيف، دائما أيامه ولياليه أيام جميلة ورائعة، والأجمل والأحلى نحن نستثمر هذه الأيام المباركة. ليلتنا حلقتنا بدأت الآن معكم مع هذا الجمهور. أمسي أيضا على الجمهور الكريم والعزيز المتابع لشاشة تلفزيون السلطنة ولبرنامج رمسة تحديدا. أمسيتكم دائما روعة كروعتكم وروعة نفوسكم وقلوبكم. اليوم مع الجمهور عندنا مجموعة هدايا كالعادة وعيديات، ما نبدأ من العشر الأواخر العيديات ونكثر من العيديات، ويستاهل الجمهور اللي يشرفنا وينور رمستنا كل ليلة. اليوم معنا سيارة متفقين، احنا يوم بعد يوم تكون معنا سيارة. أمس سحبنا وكالعادة كل جمعة نسحب سيارة للأخوة اللي يراسلونا عن طريق الرسائل النصية القصيرة. اليوم لا، اليوم للجمهور إن شاء الله اللي موجود معنا. من هو صاحب الحظ؟ من هي صاحبة الحظ؟ آخر الحلقة إن شاء الله بنعرف، وبيستلم سيارته على فكرة مع التأمين من المتحدة للتأمين، مجموعة الشركات والمؤسسات اللي تساهم وتشارك معنا في رمسة. نتمنى شوي تكونوا معنا أيضا العيدية، تكثروها خلال الأيام القادمة لنقدم هذه العيدية لجمهورنا العزيز. اليوم منورنا في برنامجنا نجمين رائعين من مملكة البحرين الحبيبة، جونا كذا أعزاء وأشقاء وحبايب وأخوة في دارهم ومع أهلهم، الفنان الرائع الجميل عبد الله ملك، من الأسماء الرائعة على مستوى دول مجلس التعاون لكثير من الأعمال الجميلة. على فكرة أيضا زميل مهنة ومذيع ولا أيضا كثير من البرامج الجميلة. أستاذ إبراهيم بحر من الأسماء أيضا الرائعة، اسم من الأسماء الحقيقة اللي له إسهامه الرائع على الدراما في مملكة البحرين. اليوم بينورونا وهم منورينا أساسا طوال هذا الشهر في مسلسل مشترك عماني بحريني نظر عيني. اليوم نعرف المزيد إن شاء الله من خلال الوقفة القادمة. تحية للجمهور وتحية للمشاهدين، ونبدأ معكم الرحلة بعد قليل إن شاء الله. ومين يستعد؟ عبد الحميد الكيومي بعد قليل وقفة إن شاء الله الإنشادية. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ثلاثة، ألف 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 مبروك أخ حمد. الله يبارك فيك إن شاء الله. سالم بهوان مساء الخير أبو حمد. اللحية خليناها مع الحلاق. مساء الخير. مساء الخير. يا أهلا وسهلا بيك. يا الله.
مكتوب على هالقلب يتحسر عليكم. وكنت مسوي لها جدول انها تتمرن على خيل، طلعت لدينا هي اللي دربتني على خيل. يعني احس نفسي طالعه رحله ما رايحه تصوير. الحشوه هي الرمسه، ارمسك احاكيك. اذا عمل ما في نقد يعني ما عمل ناجح. يوصل الموضوع لدرجه انه يتم وقف البرنامج. دائما الناس تتكلم عن كرم اهل السلطنه. كان بالنسبه لي هلا الاجمل في العالم. ويسعد مساء اهل عمان. عمان بلدنا. عطني النورة بأهلها عمان يا حبيبي. الله يسلمك. أخوي رفض قال خلاص ما في حد، تعال صور المشهد. وصور. في أمان الله. وأجمل منك لم تر قط عين، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب، من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب، من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب، لقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين. محمد خير البشر، محمد نور القمر، محمد هادي البشر إلى صراط مستقيم. شكرا. تواصل مع عالمك واحتفل بفرحة الشهر الفضيل. رمضان مبارك. تسأل نفسك ما هو هذا الصوت؟
إنه هدير سيارة سيدان متوسطة الحجم لا تشكو عندما تطلب منها أن تسرع، ذلك بفضل المحرك بست اسطوانات الأقوى ضمن فئته وأكثر من 45 ميزة للسلامة والأمان. إنها سيارة تحلق، لذلك هي تحمل جناحين في المقدمة. أستطيع أن أرى العالم في يدي. الرعاية الإلهية ونحن نثبتها في القلب. مجموعة مستشفيات ومستوصفات بدر السبع تقوم أكثر بالعناية الصحية، العناية البشرية. الآن مفاجأة كل ساعة، الآن احتفال كل ساعة، الآن فائز كل ساعة. مع برنامج المميز للادخار من بنك صحار، هناك ملايين من الريالات بانتظار الفائزين، أكثر من مليون ريال عماني في جوائز كل ساعة، أكثر من ربع مليون في الجوائز الربع سنوية، وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في جوائز نهاية العام. لا تضيع ساعة أخرى، انضم إلى برنامج المميز للادخار الآن. كن أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX، يمكنك الربح من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. شيء يفوق الوصف. سحر الخليج. يو صلالة مبدع. كأنها أطعم بالجنة. هذه الطبيعة الخلابة أهلا بكم بصلالة. والله ما أدري شو حكي عنها صلالة. سبحان الله، جمال طبيعة خلابة، واللي تباهون في الدول الأوروبية بجمال طبيعتهم خليوا صلالة ويشوفون الطبيعة الخلابة الجميلة جدا. هذا الجو الذي يعني نحن نفتقده صراحة في الخليج. أنا لم تعمدت ألبس عماني على أساس أحس أن أنا منتمي لعمان، أنا خليجي. فنحن في الخليج من فترة طويلة نقول نحن حققنا الاتحاد قبل مسؤولين بالفعل من تعاوننا ومن زياراتنا. عرفت الحين أنا ليش أهل عمان طيبين، لأن الطبيعة هذه ما بتخلق إنسان قاسي، بتخلق إنسان طيب. الله يخلي لكم السلطان قابوس ويخليكم على طبعكم اللي عرفنا بكم، طيبتكم وبساطتكم وكرمكم. وإحنا الحمد لله تجولنا في عمان بس من أمس لليوم في صلالة، رحنا الحافة ورحنا إيتين وكلين المضبي وتسحرنا في المطاعم الشعبية، وإن شاء الله هذا الجمال يدوم، جمال الطبيعة وجمال الإنسان العماني. ولكم تحياتي من البحرين اللي تحبكم وايد وأدري أن أنت تحبونها وايد. جبنا لكم حلوة بحرينية وناخذ حلوة عمانية معنا. لكم تحياتي عبد الله ملك من البحرين.
الواحد ما يقدر شلون يوصف شعوره وهو هني في هذه المنطقة، في هذا المكان الجميل في صلالة، في هذا الفترة الجميلة كذلك اللي هي فترة الخريف في صلالة. الحقيقة الواحد مبهور باللي قاعد يشوفه واللي قاعد يحسه وهو قاعد يشوف هاي المناظر الجميلة والجو والرذاذ. فكل الواحد ما يتكلم عن هذا الموضوع ما يقدر يوصف شعوره وإحساسه بهذا التواجد الجميل في هذا المكان. الحقيقة صلالة يعني صحيح ما هي جزء عزيز علينا في دولنا الخليجية، طبعا السلطنة ككل سلطنة عمان، لكن صلالة تحس انها هي قطعة جميلة كأنك عايش في بلد آخر مختلف جدا عن أي دولة خليجية. الله يهنيكم بهذه المنطقة، الله يهنيكم بالأمن والأمان لهذه السلطنة، الله يعز ويخلي السلطان قابوس. الحقيقة أنتوا ناس كرماء، أنتوا ناس طيبين يا أهل عمان، لكم التحية مني شخصيا إبراهيم بحر من البحرين. في الفاصل اللي شفتوه قبل شوية ونسمع هالكلمات الرائعة الجميلة بكل تأكيد نابعة من القلب ووصلت إلى القلب، بيني وبين نفسي أقول كيف برد عليهم؟ ما أقدر. حاولت قدر المستطاع أدور في قواميس عشان بس أرد على هالكلام الجميل، ومهما قلت ما أعتقد ممكن أوفي هالرائعين حقهم، لأن بأمانة تكلموا كذا يعني كلام عفوي جميل رائع، مثل ما هي قلوبهم أساساً رائعة وجميلة. أنا أقول ما عليكم زود يا أهل البحرين، أنتوا أصحاب الكرم أصحاب الطيبة والشيمة ودائما رائعين، وهكذا ما نظل دائما في مجلس التعاون إن شاء الله. إن شاء الله هكذا دائما يعني هكذا يقال وهو واقع الحقيقة. إحنا ننتقل من بيت إلى بيت ومن غرفة إلى غرفة في البيت الواحد البيت الكبير اللي يجمعنا الحقيقة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الفن يوحد مثل ما هي كرة القدم توحد، مثل ما هي الأنشطة الثقافية والاجتماعية وغيرها. احنا أسرة واحدة في دول مجلس التعاون. الفنان الرائع وزميل مهنة ما أعرف هو عادة في رمضان أيضا يكون عنده برامج ومسابقات وغيرها، عبد الله ملك ابو خالد مساك الله بالخير. هلا بك اخوي خالد، هلا بك، حياك الله، منورين. الله ينور عليك، الله يخليك. ما قصرت، وفعلا كلام من القلب وتاكد انه وصل للقلب، وهذه تحيه الجمهور اللي موجود معانا هذه الليله يحييكم. الله يحييك، الله يحييك، ومشكورين على كرم الضيافه وعلى كل شيء سويتوه لنا، تستاهلوا اكثر. الله يسلمك. الفنان الرائع الاب الروحي كذا للفنان البحريني الجميل، هالطيبه هالابتسامه الرائعه، الله يخليك. مرحبا بك استاذ ابراهيم بحر، يا اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا استاذ خالد، ومشكورين اول شيء على الاستضافه الجميله وعلى كرمكم اللي حقيقه ما الواحد ما يقدر شلون يوصفه. في بلدكم الله حقيقه يسلمك. يعني احنا الكلام اللي نقوله ترى حقيقه وليس بمجامله. انا متاكد. احييكم واحيي برنامجكم واحيي الشعب الطيب. الله يبارك فيك. وترى استاذ عبد الله استاذ ابراهيم جايبين فعلا صوغتهم من البحرين، صوغه صح تسمونها؟ صوغه صوغه بحرينيه، وعاده اللي يجي من البحرين مع الطيبه والكرم والبشاشه الجميله لازم الحلوه ولازم الزلابية متاي والزلابية موجودة طبعا، والقهوة حتى في خصوصية
نكهة بحرينية. البهارات البحرينية يحبونها. بزار يعني؟ فتحية لكم جميعا، تحية لكم. الزلابية لا تنساها موجودة. اي زلاب. يا اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله، منورينا في برنامجنا، منورينا في عمل بدأ مع بداية رمضان، عمل مشترك جميل ومغريب. أنا أتوقع كلكم شاركتوا قبل حتى نظر عيني في أعمال مشتركة عمانية، غير طبعا المشتركة بين دول مجلس التعاون. أستاذ عبد الرحمن، والله للأسف يعني ما كان في ذاك التواصل إلا مع الزميلة فخرية خميس. نوجه لها تحية. مع عبد الله، الله يحييها وهلابك يا عبد الله، ومع الجميل إبراهيم زجالي في أيضا أعمال، ولكن عمل بحريني عماني. لا، ولكن دائما نلتقي في أعمال مشتركة يعني. ويومال كان من الأعمال المشتركة. يومال إيه، بس ما كان بحريني. ما كان بحر، لا، دول مجلس التعاون. دول مجلس التعاون فيه. إيه من فترة طويلة. لكن الأخت العزيزة فخرية كثيرا ما تزورنا البحرين ونشتغل مع بعض أو نلتقي في الكويت. وكذلك الفنان الجميل إبراهيم زجالي أنا شخصيا التقيت فيه أكثر من عمل. وإن شاء الله هذه تكون بداية خير إن شاء الله. يعني إن شاء نظر عيني بداية حقيقية للأعمال المشتركة. بالضبط. أستاذ إبراهيم، أنت شاركت قبل حلم السنين مثلا. أي. حلم السنين تتذكر؟ كتبت فيه شيء حلم السنين؟ هذه كان مسلسل خيوط العمر اسمه. في خيوط العمر. أي. إنتاج السلطنة. السلطنة بالضبط. بس أحب أذكر، يمكن عبد الله نسي الموضوع، اللي هو أولاد أبو جاسم. هو أول عمل خليجي مشترك وفيه ممثلين ما شاء الله من عمان معنا. صحيح. وكان من الأعمال الرائعة واللي باقي في الذاكرة ما زالت يعني. يمكن أبو خالد كان قصده أن العمل الثنائي المشترك يعني بين السلطنة وبين مثلا البحرين. أي هذه أول عمل. هذا أول عمل. نظر عيني. وأنا أوجه تحية حقيقة حق مخرجنا الحبيب يوسف البلوشي. تحية له طبعا. وحق كل الزملاء والعاملين في هذا المسلسل اللي ما لقينا منهم إلا كل تعاون وحب، ويريدون. شوف، ما في واحد، أي واحد يعمل عمل فني إلا يطمح إن هذا العمل ينجح ويشوفه الناس. التوفيق من الله. لكن الحمد لله يا رب العالمين، مثل ما سمعنا أن نظر عيني لقى القبول عند الناس، وهذا هو المبتقى. نعم. وهذا اللي هو. أبو خالد، أي درجة مثل هذه الأعمال كذا تقربنا من بعض؟ يعني أنا في قواسم مشتركة بيننا في دول مجلس التعاون، لكن الكرة إحنا يمكن جمعتنا قبل، ذكر يعني كأس الخليج كانت قبل اتحاد. نعم. مجلس التعاون 70 بالضبط، مجلس التعاون في 80 وفيما بعد 81 تقريبا. الأعمال أيضا الخليجية المشتركة تحديدا فيما بعد كانت أيضا هي عامل قرب بين. نعم. الأشقاء في دول. نعم. مجلس التعاون. نعم. كيف شايف هذه العملية؟ والله يعني عمل، خلنا نضرب مثل بس على نظر عيني. إيه؟ نظر عيني يلقي أيضا ضوء على فترة تاريخية كانت موجودة ما بين البحرين وما بين عمان بشكل خاص. التجارة اللي كانت ما بينهم، العمال اللي كانت تتبادل ما بينهم. يعني أنا في فترة تصوير العمل كان لي فرصة أن أروح الرستاق. أيه. وهناك ما تقابل واحد إلا كان في البحرين أو أبوه أو جده أو عمه أو خالة. إذا عرفنا أنت من البحرين ما يهدك. في كان في تجارة تتداول إحنا ما نعرف. صحيح. ما وعينا عليها أيام الخمسينات ولا البعينات. إيه. إيه طبعا إحنا نعرف إن كان في فضل للعمانيين في بناء نهضة البحرين. بارك الله فيك. لأن هم اللي هم أصحاب فضل علينا، هم اللي طلعوا البحرين يعني بجهودهم بإخلاصهم بأعمالهم وليه الحين ما زالوا بعضهم موجودين في البحرين. واللي خلص فترته ورجع لازم يرد بين فترة وثانية. فأنا أقوم بدور تاجر بحريني أتعامل مع تاجر عماني. في كثيرين من الجيل الحالي ما يدرون بماذا كانت تشتهر عمان وشنو هو الأنواع التجارة اللي كان فضلهم. يعني الناس يعرفون الهند، لكن لا، عمان كان في كثير من الأشياء نجيبها من الخشب، من البان. صحيح. من الحلوى الحين عرفناها، التمور وغيرها، والليمون. صحيح. والأسماك، بعض أنواع الأسماك. صحيح. أيضا. صحيح. والعمل كتب أن هناك حدثين متوازيين. حدث في البحرين وحدث في عمان
وهناك عامل مشترك ما بينهم وبين عائلة صغيرة عمانية تعيش في البحرين وابنهم يعيش مع الجد في عمان. وأنا التاجر أروح حق الجد وأخذ الحفيد ورجع البحرين علشان يتشافى من الإصابة اللي في عينه. القصة مكتوبة بشكل أنه لازم يكونون ممثلين بحرينيين ولازم يكونون عمانيين. عمانيين صحيح. ولكن مو شرط دائما يكون هذه التوليفة، لأن الحين احنا تجاوزنا هذا الشيء من أولاد بوجاسم. أولاد بوجاسم سنة 93، ولكن كان كل واحد يمثل بلهجته. يعني شوف العائلة، أحمد الصالح كويت، كويت. لطيف المجرين الزوجة من البحرين. البحرين صحيح. عيالهم عبد المحسن نمر من السعودية. ولد خالاتهم جمعة هيكل من السلطنة. سمير الناصر بعد سمير الناصر صحيح. شكرا. فاذا يعني كل واحد بلهجته، وكل يعرف، احنا نعرف ان خالد عماني، ونعرف ان عبد الله بحريني، ونعرف ان عبد المحسن سعودي، ونعرف ان جمعه عماني، ولكن كل واحد يحكي بلهجته. وان وجميل ان احنا نتزوج من بعض، يعني كثير من البحرينيين متزوجين عمانيات والعكس صحيح بالضبط. وفي قطر وفي صحيح الكويت صحيح. فعلشان نقول حق الناس احنا لهجتنا واحده، قضايانا واحده، واحنا اساسا في بيت واحد صح، وننتقلنا من غرفة إلى غرفة. صحيح. إبراهيم يعني العمل مشترك، وكان يعني يتكلم عن حقبة زمنية معينة بين البحرينيين وبين العمانيين. هل خدم هذا العمل؟ أنا طبعا شفت وشاهدت وكذا، أحيانا الموسيقى التصويرية، أحيانا الموقع على قولة أهل التلفزيون اللوكيشن المكان، هل كل هذه الأمور أوحت لك أو أوحت للمشاهد أن فعلا إحنا في بيئتين وربما قريبات من بعض لكن تختلف؟ نعرف أننا الآن هذا المشهد في السلطنة، المشهد الآخر لا في مملكة البحرين. والله شوف أخوي، مثل ما هو معروف كبيئة، يعني بيئة عمان كبنيان تختلف عن بيئة البحرين. هاي واقع. عمان يمكن تعتمد حتى في عملية البناء على الحجارة، لأن في النهاية هي أرض جبلية. صحيح. البحرين لا، على الطين، لأن جزيرة أي على الطين، على الفروش مال البحر. أي صحيح. يعني يختلف شوية، فالبناء نفسه لازم يكون طين، ما يكون بهذا الشكل. لكن أستاذ يوسف البلوشي وعى حق هذا الموضوع بعدين، وراح البحرين وصور انسرتات يعني عشان يدخلهم في هذه، وعشان توصل ل عشان نقرب للمتفرج ان احنا في البحرين. وهني بعد اشكاليه وانا متاكد ان يوسف تجاوزها. العمل يتكلم عن اي عام؟ في الخمسينيات مثلا؟ الاربعينيات. نعم. معناته انه ياخذ يعني زاويه او ياخذ مواقع معينه توحي ان هذا الموقع التاريخية. في تلك الفتره ان كان في البحرين او في عمان، وهي عمليه شاقه ايضا. ترى اخوي خالد احنا كنا وايد دقيقين، يعني انا يمكن ويا استاذ يوسف وكلني بشكل غير مباشر ان ادقق في المفرده، لان المفرده في الاربعينيات اختلفت على العين. جميل. فكثير من المفردات الحديثه دخلت الان وتغيرت، يعني المفرده الخليجيه اصبحت يعني الان تتعامل مع كمبيوتر واجهزه ومش عارف ايه، هاي كلها يعني دخلت على مفرداتنا فتغيرت. فكنت انا حريص جدا لما اكون في الموقع طبعا ان انا اوصل ذي المعلومه عند الممثل او المخرج، ان ذي ما تنقال ذي الكلمه، لازم تنقال بهذا الشكل، لان كانت في الاربعينيات والخمسينيات تنقال بهذا الشكل. حتى اللباس ابو خالد، حتى اللباس اليوم، يعني الدشداشه ان كانت العمانيه او البحرينيه او سائر دول مجلس التعاون، ما هي الدشداشه اللي نشوفها اليوم عليكم او على اشقائنا في دول مجلس التعاون، ولا الدشداشه ايضا العمانيه اللي تشوفها علي اليوم ممكن تشوفها من 50 سنة أو من 40 سنة. فالعمل إذا ما كان المخرج وأيضا الفريق اللي موجود معه حريصين على هذه المسألة، المشاهد يدقق في أدق التفاصيل، حتى الاكسسوارات. طبعا إحنا طبعا كرجال قال لنا أستاذ يوسف الملابس عليكم. حلو. بس هاي مسؤولية بعد. لا، وإحنا أغلب أعمالنا في البحرين تراثية، من بتعة، فرجان الأول، بيت العود، ليه توا الحين عمل يعرض لنا برايحنا في نفس الملابس؟ وأنا اللي ساعدني إن أم قيس نقدم لها تحية. طبعا هي
ترى هي ترى تمثل مجلس التعاون، تدري ليش؟ أيه؟ لان هي عاشت في الكويت وفي البحرين وفي عمان. ما شاء الله ما شاء الله، صحيح. فكان في سهوله في النطق، حتى الحين لما قابلناها في المطار يا تستقبلنا ما قصرت. أيه، المصدر تحيه لام قيس طبعا. اي والله تحيه كبيره طبعا. وما ننسى الاستاذ طالب البلوشي طبعا اللي طبعا جد المجهول. أيه، يعني هو فنان ممثل ومسؤول في التلفزيون ولكن هو علاقات عامه. لا انا عارف انا عارف، مسكين جانا المطار وخذنا الى ايضا تستاهلوا فطرنا برا. ومقيس ما قصرت ايضا اكيد، صدق ما ياو ياخذون الحلوى لكن بعد ما بقيت ما بقيت ابو محمد، راحت الحلوى ترى راحت الحلوى. لا بس ساعدوني فيه. بس استكمالا لهذا الحديث، كان يوسف البلوشي طلب مني من البحرين يعني على الواتساب صور لي الملابس القديمه. حلو، هذه نقطه هامه. صورت له الملابس القديمه ما شاء الله وطرشت له على الواتساب، ويت تفاجأت ان الملابس ترى موجوده موجوده نفسها هي اللي هي الكلر القديم يعني. دشادي شول دشادي شول مثل فرجان اول. ايوه فرجان اول الفريج. الاخواننا اللي يتابعونا الان، الفريج كثير ممكن يعرف يعني هو الحاره، ففي البحرين يقال له فريج. عندهم مسلسل يعني ضارب بامانه، وربما يعني شوفوا البحرينيين بعدين يعني استاذ ابراهيم بحر نهايه الستينيات بديت استاذي. نعم نهايه الستينيات بديت في 73 صح. يعني الشرار الاولى نهايه الستينيات، لكن 73 كتصوير و74 لانك 76 رحت الكويت للدراسه، لكن قصدي كانت، لكن يمكن البحرينيين انعرفوا دراما في السنوات الأخيرة في التسعينات. نعم. الفرجان الأول أنا أقول يعني له كثير بعد الله سبحانه وتعالى الفضل في تعريف الدراما البحرينية والفنان البحريني إلى أشقائكم في دول مجلس التعاون. أكيد. بيت العود، حزاوي، بيت العود أيضا، سرور، سعدون، كل هذه الأعمال جات في فترة التسعينات. لدرجة أن حتى بعض الصحفيين البحرينيين كذا كتبها بعبارة صريحة، يا شباب كمكم كثرتوا من هذا الموضوع، يعني أيه؟ بما معناه بسنا. أيه؟ صح، بس الحين اشتاقوا. صح. أيه؟ صح، ردوا مره ثانيه. يعني اخر عمل شبه تراثي سويناه نيران، كان تقريبا 96 2000 شايفنا، وتوقفنا ليه الحين 2013 علشان نرجع نقدم برايحنا، بس تقريبا بنفس الستاف. صدق كبرنا شويه شباب. وخالد شباب. بس هو عموما ترى اخوي خالد، ترى التنويع مهم جدا، لان انت الان اي متفرج للتلفزيون يشوف مسلسلات، وهذه المسلسلات قد تكون متشابهه مع الاسف الشديد. يعني هي واحده في النهايه كلها، يمكن حتى الممثلين تلقاهم بعد نفسهم، الملابس قد تكون نفسها. صحيح. لكن انت محتاج للتنويع، محتاج ان يكون هناك عمل تراثي، عمل تاريخي، عمل اطفال، عمل ديني، المفروض ان يكون هناك في تنويع. بس الاجمل ايضا جيل اليوم، جيل الكمبيوتر والايباد والايفون وغيره، نعم، محتاج انه يشوف الفرجان الاول ضروري، محتاج انه يتعرف على المفرده الخليجيه او تحديدا البحرينيه او القيم والعادات والتقاليد، مهمه جدا انه يتوصل للجيل الجديد. التلفزيون او الدراما او المسلسل اتوقع عامل اساسي ومهم. لاي درجه لعب يعقوب المقله في هذه، احمد يعقوب المقله في هذه النقله الجميله للدراما البحرينيه، وايضا اليوم علي العلي ايضا من الاسماء الرائعه بعد هذه الاستراحه مع الرائعين عبد الله ملك وابراهيم بحر وهالمشاهد الكريم وهالجمهور وهالرذاذ الجميل ورمسه. يقول ان حالته مستقره الحين، لان الضربه اللي صارت قويه، وما ظنت انه بيرجع لحالته الطبيعيه. يا اخوي يعني شو؟ انا ما فهمت. يا ويلك من الله يا ابو مشعل باللي سويته، حسابك كبير عند الله. يا ويلك مني يا ناصر، شو سوي؟ شنو حالته بالضبط الحين؟
كلام ما في. يعني ما بتحكي؟ بصر ما في. ذاكرة ما في. بصر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا الله. ما استاهل يا أخوي أحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ما استاهل يا أخوي أحمد. نصور. هو بالحال خير صاير. سويت يا العلة؟ سويت؟ أكيد أنت اللي سويته. إذا مو أنت أكيد تعرفه، لأني أنا اللي كلفتك تراقبه. عمي أبو مشعل، أنا سويت مثل ما علمني. يوم قلت أمشي ورا الرجال ما رحت لا مني ولا مني. شوف، عرفت إنه أنت اللي مسويها. بحنقك بيدي ثنتين. تكفى لا تحمق يا حبيبي مش حق. تعرفني انا مو هذي سوالفي. انا اصلا بردي انا اردى من امي دياية. تبيني اضرب ريال؟ لا زاد الرذاذ، يعني مو رذاذ الآن، صار مطر على موقعنا وعلى مكاننا. ومبسوطين الشباب والأسر اللي موجودين معنا، اللي نوجه لهم كذا تحية كبيرة طبعا، وهم يعني معنا ونور دائما نور رمستنا كل ليلة الحقيقة، اللي يضيفونا الكثير والكثير مثل ما هم ضيوف أساسا ينورون برنامجنا اليوم. معنا رائعين عبد الله ملك وابراهيم بحر من البحرين الحبيبه، مساكم الله بالخير. يا هلا وسهلا بك. يعني شرير استاذ ابراهيم ومعك واحد بدري، كم مره عدتوا المشهد؟ هذه يضحكك. لا هذه ون شوت. مره ما في، لان بس عاد يوسف الله يهداه لازم يقطع يعني. هنقول له ون شوت لان هاي في تفسخ قطره وفي زنطه وفي مره ايش لا ويطلعك حتى نتوقع من المود، يعني كثرة القطعات احيانا يطلعك احيانا، بس هو المفترض ان الممثل يحافظ على الراكورة. يعني متى شال يده، متى خلى يده، متى شال القطرة، يعني هالمسائل دي الراكور دي مهم جدا. بس لازم يكون الممثل يعرف ان هناك في تقطيع عشان يحفظ راكوراته صحيح. بعدين مرة مثلت دور شرير. أنت أنا ما يمكن تمثل شران. لا أنا ما نافس إبراهيم، إبراهيم زجالي ما نافس. مرة مثلت دور شرير، يمكن للآن المشاهد كان في البحرين أو من شاف هذا العمل يتذكره. من شنو؟ وايد شرير وايد. لا شرير يعني قالوا إبراهيم بحر هذا شكله هو الشرير، ما الدور سناء وشيء. حسن نور السنة. احسنت زهير. بالضبط زهير. الشرير ياخذ جهد مضاعف من الفنان. هو الممثل، شوف هناك نوعين من التمثيل. اما ان تكون منفذ او تكون مبدع. حلو. المنفذ ينفذ ما يكتب وما يطلب المخرج. المبدع هني لابد انه يقرا تاريخ الشخصيه. حلو. لأن كل شخصية تكون موجودة لها تاريخ، أنت تحطها، أنت كممثل تخليه يعني، وبالتالي أنك أنت تقول لو أنا كنت في ذي الشخصية ماذا أفعل؟ أوف. هذا محتاجة إلى جهد، ومحتاجة إلى متابعة طبعًا. إلى قراءة طبعًا. أنا أعرف كثير من الفنانين يمكن يعيش هذا الدور قبل لا الدور كاميرته حتى. لازم. يمكن في بيتهم يرجع وهو نفس الشخصية، تخيل. عاد هني شوف هناك في معايشة وفي تقمص. أي لازم تكون معايشة وليس تقمص. التقمص مشكلة. طبعاً. يعني إذا في بيتهم وشغل. التقمص إذا في طاق يعني طاق ما في. المعايشة إنك أنت إنك الفكر المخ يشتغل في أثناء التمثيل. وأنا عارف وين بالضبط أتحرك وين أوقف وين أتحج. يعني هذه هي المعايشة يعني.
لكن تغمص مشكلة. لا 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 هذه ابو خالد يعني انت افتكر لعبت كل هذه الادوار حتى دوري اليوم انت اخذته وانت استاذ في دور المذيع وانت كنت مذيع مذيع قدير يا ابو خالد. لا انا بس يعني اتفق يا اخوي ابراهيم على اللي قاله. وبعدين هو في انا اعتقد في نوعين من التمثيل، في اللي الذي يمثل هو يعني بطبيعته في كل الادوار. أيوة. وهناك من يضع نفسه في الدور. ومثل ما قال ستانسلافسكي هي لو او اذا. أيوة. او لو اذا كنت انا المدير، اذا كنت انا او لو كنت انا يعني مجرما كيف اتصرف. أيوة. لو كنت طيبا كيف اتصرف، لو كنت ابلغ من العمر كذا كيف اتصرف، لو كنت مريضا بهذا المرض. اللو هذه في ناس يستخدمونها صح ويعيشون الدور ويدرسون عنه ويطالعون في الحياة ويبحث عن مداخل لهذه الشخصية وما يبي يكرر نفسه وما يبي يكرر شيء مسوى ممثل. وفي ممثلين وحبيناهم نمطيين نسميهم، يعني هو حافظ، لا يعني ما يتغير ما يقدر يغير. يعني أنت أم علاوي مستحيل تشوفها غير مثلا الله يرحمه عبد العزيز النمش من عمل آخر. خالد نفيسي الله يرحمه هذه بأداءه بكاركتره بحركاته نفسها الله يرحمه وحبيناه مثل ما هو. اي بس في ممثلين يسمونهم الجوكر مثلا الله يرحمه غانم الصالح. الله تعطي اي دور صحيح اي دور تشوفه يتقنه شرير شرير. إيه؟ كوميدي كوميدي. وفي ممثلين بعد يقول لك لا تشوهني لا تكسرني لا تحط لي مكياج يبي دائما يطلع بشكله المرتب الحلو وذي. يعني هو فيه يبي له شويه اخلاص. بس انا بغيت ساعة انت قلت قبل الفاصل جبت طاري راشد الجوذر واحمد يعقوب. اي برجع لك. بترجع لي طبعا عبد الوايد حكي لاي درجه فعلا الاثنين الرائعين هذولا نقلوا الدراما في مملكه البحرين. انا ابي يعني استغل هذه الفرصه واسجل شهاده على الهواء ان هذين الاثنين يعتبرون ثروه وطني ثروتين وطنيتين في البحرين. الله. لأن احنا تراثنا مشترك مشترك طبعا. استاذ راشد جودر من خلال الكلمة والحكاية حاول يوثق مراحل كثيرة وعادات وتقاليد وقيم وفلسفها وما خلاها بعاهاتها وبالنظرة المتخلفة لها. يعني في كل عمل كان ياخذ جانب. يعني مثلا احنا من الأعمال التراثية في بوتعب كنا استعرضنا المهن القديمة، النداف والعكار والنجار والحداد والغواص والطواش. في فرجان الأول في البيت العود قبل الغينا الضوء على الاكسسوارات القديمة الحب اللي حل الحب اللي نسميها نفس الحب كرفاية أو السرير القديم المرفاعة أدوات الأطفال الحريم كذا هذه الأشياء. جينا في الفرجان الأول المعتقدات، هل مثلا اذا انا عملت هذه الشغله يطلع لي الثالول مثلا او حركه البشاره لما نحط علم لما يجي واحد من دي المعتقدات دي كلها صحيح وموجوده على فكره ايضا معانا في يوم من الايام. صحيح. جينا في برايحنا هالمره عقب هالعشر سنين استغل بعض الكاركترات الشخصيات الموجوده في المجتمع سابقا وبعضها ما زال موجود بالمفرده الشعبيه. عندنا كاركتر احنا ساعات واحد له طبع معين نقول هذه بخيل بس نسميه احنا اللتشة. نقول ان هذه مثلا المفهي، نقول الديغي يعني الاهبل. نقول اللي سكانه مرته بويهين. بويهين عندنا طارش الحويله ابراهيم يسوي هذا المضمون. يا احمد بثقافته وبتاريخه وباصالته قدر ينقل الصوره بشكلها الصح. جميل جميل. كان يتدخل حتى في اللبس في النسفة. احنا الغترة عندنا اكثر من نسفة يعني. صحيح. مو بس حط ذي والعقال، في شيء بدون العقال، في شيء تقطع على الكتف الثوب، متى ترفع يدك متى تفتح الزرار والماكيرة عبد العزيز مندي. والمفردة المفردة هو ابن فريج. ابن فريج احسن. ابن فريج وجدوده وابوه كلهم اهل غوص وعارفين التراث، ف الصورة اكتملت. والممثلين ما شاء الله ما عليهم أساتذة زود. أساتذة كلهم ما شاء الله يعني نذكرهم بالخير. ما نبي نعدد أسماء لأن ما شاء الله واحد منهم موجود معنا طبعا كلهم. أستاذ إبراهيم اليوم الخوف وال يعني هذا ذكرنا احنا بعض المفردات في لهجاتنا في دول مجلس التعاون بدأت تضيع أو تختفي بحكم التغيرات الجديدة والكثيرة اللي دخلت إلى حياتنا.
اللباس اليوم القلق والخوف ان بعض الاماكن التراثيه تندثر، وفعلا في بعض عواصم دول مجلس التعاون اليوم لو حبت يعني مؤسسه من مؤسسات الانتاج في دول مجلس التعاون تصور مشهد تراثي تحتار فتبني. احيانا البناء ممكن يكون مكمل، لكن لا، اذا كان في المكان الحقيقي بتكون اكيد اكثر صدقا. عندكم في مملكة البحرين، وأنا يعني ما بروح بعيد، عندكم كان يوم من الأيام مدينة متكاملة تحت مسمى المالكية، تذكر؟ نعم. راحت اليوم المالكية، اليوم الفنان البحريني حاط علامة استفهام، وين؟ مع العلم أن في البحرين أنتم محتفظين بأماكن تراثية كثيرة، وإن شاء الله أيضا مثل عندنا في السلطنة ما تجيها بعض الأيادي اللي أحيانا ربما كذا نوع من التطوير التغيير التجديد وغيره، فنطمس هذه الهوية. وشوف، اول شيء طبعا الملكيه راحت، بس هناك الحين قريه تراثيه جديده عبد الرحمن الملل اللي عملنا فيه برايحنا، قريه جديده يعني غطت عن الملكيه، موجوده ان شاء الله تغطي. احنا ما هو طبعا في فرجان قديمه موجوده في البحرين ما زالت، بس ما تقدر تصور فيه اخوي خالد، صعب. ليش؟ لان دخلت عليها التمدن الحضاري، يعني فرضا المكيفات، اي مكيف طالع كذي، كهرباء يعني كهرباء ما تقدر، ما تقدر تشتغل فيها يعني. صح موجوده وقديمه وما زالت موجوده، بس ما تقدر يعني، صعب. لازم تبني قريه تراثيه او بعيده عن الضوضاء، عن السيارات، عن وتاخذ ربما انسرتات مثل ما سوى مثلا يوسف البلوشي في نظر عيني العمل الاخير. استاذ عبد الله ملك، خلنا نستثمر وجودكم معانا، الوقت سريع مع البطر، ها؟ بأي درجة اليوم احنا محتاجين في الدراما الخليجية؟ وأنا دائما أكرر احنا محتاجين إلى قضايانا، إلى نشوف أنفسنا. أتوقع مرحلة في فترة من الفترات يعني ما في عمل إلا لازم نحضر المناديل عشان نبكي. نعم. يوم من الأيام استلمونا المخدرات وكأن يعني صارت هي القضية، ومع العلم هي قضية من القضايا. لأي درجة إحنا محتاجين ننوع ونغير أستاذ عبد الله ملك؟ إحنا محتاجين إلى ثقة أكبر من المسؤولين في الفنانين. طوال الفترات السابقة وكأن يعني الثقة معدومة بين الطرفين، ما حد يثق في الثاني. المفروض يعطون يعني مساحة أكبر للتنوع في الأعمال، لأن مثل ما أنت تفضلت في عمل يكتب للتلفزيون تلفزيوني بحت، القصة التركيبة الحبكة تلفزيونية، وفي قصص أو أعمال تحاكي الواقع صح. إحنا علشان نكسب الجمهور مو لازم ندش في قضايا الطلاق ومخدرات وعصابات وإجرام ونلغي، نعطي الناس صورة مو موجودة في مجتمعنا، بس للأكشن الموجود عشان نشد الناس، ضرب وقتل إحنا ما نستخدم مسدسات حتى في ذي. في عندنا الحين الأمور تغيرت، صحيح، المواطن صار واعي بكل شيء. أنت كإعلام أو أنت ما تقدر تجذب عليه، أنت الحين إذا بتقول في النشرة الأخبار الرسمية صار كذا وكذا، هو الخبر دي سمعه من ألف مصدر، صحيح، والصحيح. نعم. يعني الصحيح، فأنت تطلع كذاب قدامه، فلازم في شوية من الجرأة، في شوية من الثقة، في تناول لمواضيع معاصرة موجودة حديثة، أمراض اجتماعية جات علينا، حتى العلاقة المواطن بالوطن، خلينا نكون وتاريخنا إحنا مو بجريئين في الخليج لنتناول التاريخ لحساسيات كثيرة، ولكن مثلا في مصر أو في سوريا أو في تونس يتناولون الماضي وكيف تتداول الحكم وكيف انشأت هذه الدولة و و و و نحن نريد أن نعرف الناس من خلال الدراما. شوف مسلسل عمر بن الخطاب إيش قد نجح. نعم. نحن قرأنا ودرسنا وتعلمنا، ولكن عندما يجسد المشهد أمامنا يعني أكيد ما يرسخ أكثر. يرسخ أكثر. نعم. ويثبت. نعم. أكثر. يبي لكم مسؤولين شوية يثقون في الجانب الدرامي واهميته ويحترمونه شوي اكثر، على اساس انه يقدر يعني من خلال الدراما نقوم بدورنا صح. نعم. عندي تعقيب اخوي استاذ. نعم. يعني اشكاليه ان في الكاتب نفسه، كاتب الكاتب التلفزيوني لازم يكون باحث اول شيء. يعني مع الاسف الشديد ان الكاتب التلفزيوني يكتب من خلال ثقافته ودراسته وقراءاته،
يكتب عمل مسلسل. انت المسلسل اللي انت بتتناوله لازم في قضيه، اما تكون اجتماعيه او تكون قضائيه او تكون تربويه، اي شيء لازم تكون هناك في قضيه انت قاعد تطرحها. صحيح. هل الكاتب يفهم في كل هذه الامور؟ مستحيل. اكيد. فبالتالي انت محتاج للرقابه ولمن يقرا هذا الناس ويوافق عليه. لازم تكون هاي الرقابه متنوعه عشان تقرا هذا، لان انت في النهايه بتوجه معلومه للناس. نعم. هذه المعلومه لازم تكون مدروسه صح عشان في النهايه انك صحيح. تقدمها بشكل صحيح. احنا نتمنى لكم التوفيق. انتم الحقيقه نجوم ومؤدين دوركم بشكل كثير جميل، واليوم عليكم مسؤوليه كفنانين. اليوم الدراما ايضا جانب مهم الحقيقه للتنوير وللتثقيف. لابد ان نشتغل شغل صح ونكون قريبين من الناس بشكل أو بآخر. مثل ما تفضلتوا القضايا عديدة كثيرة، بس محتاج من يجسدها صح. على هذه الشاشة الجميلة الرائعين. يعني مرحب بكم في داركم أساسا وسط أهلكم. أستاذ عبد الله ملك منورنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا أبو خالد. شكرا جزيلا. أستاذ إبراهيم بحر شكرا جزيلا لك. كل التحية لكم، وتحية لأشقائنا وأهلنا في مملكة البحرين المتابعين بكل تأكيد لنا الآن. لكم كل الحب والتقدير من أهلكم من السلطنة. شكرا جزيلا لكم. شكرا. فاصل قصير ونرجع نتواصل في رمسة. ما ادري شلون اوصل قصيدي ويرد الحرف منقود، وما ادري كيف المدح يربي اعجابي ويقبله، لاني كل ما قلت قابوس يرد الصوت مردود. العفو يا شاعر حرف طاح من اوله الشعر، يمكن يجمل الحسن بالحلا مفقود، بس جميل يا كيف نزيد نجمله، اتبع دواوين القوافي ورتب الطود بالطود، ولا اتبع شعوري في وصف زين نتامله. بعض الكلام يبحر بالفضاء بلي حدود، وبعض الكلام كأن الصمت يحتاج لها. ندر ان الاساطير ما لها وصف موجود، وندر ان المعجزات ما لها شبه تقابله، والغيث لا من نزل عجز تداريه السدود. ومدحي لقابوس يشبه الاعجاز باعجاز الى شيخ الحضاره، والاصل والفصل ممدود، سلطان حكيم عجزت ليد الطاوله، امير الدول الشوك في فكره ورود، ملك الممالك الملك اهدى الى واثق الخطوه، ما على هيبته زود ثاقب النظره شراقه المبسم تكملها، سيد السلاطين ما نقول امثاله معدود، تاج على العرش تحتها تنبعج داوله وعيوننا تترقبه، لا حان وقت السجود، الله الحامي والوطن الغدر ما ينحاز له. يا سيدي هذا قصيدي رجع لاوطانك شهود، اجا ينسق حروف اسمك قصيدي بليم جامله، وكل ما ثارت اشواقي وقت المعزه جود، وقيت تعلم قصيدي والقهوه من تناجله، اشوف ان الكلام ما وفاها شاعر بزود، اقول لا بجرب اعيد بوصفه محاوله، اساس ما ادري شلون اوصل قصيدي ويرد الحرف منقود، وما ادري كيف المدح يرضي اعجابي ويقبله، لاني كل ما قلت قابوس يردد الصوت مردود. العفو يا شاعره حرفك طاح من اوله، اصلا كل الكلام ما وفاها شاعر بزود، وكل الحروف بحقك معاده ومتداوله، وكل الحروف بحقك معاده ومتداوله. ملك تدين له الملوك ويلتجي، يوم القيامة فقرهم بغناه، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه، صمد بلا كفء
ولا كيفية أبدا. فمن نظرا والأشباه فمن نظراه والأشباه يا الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يراجى للشدائد كلها. يا من إليه المشتكى والمفزع تواصل مع عالمك واحتفل بفرحة الشهر الفضيل. رمضان مبارك. تسأل نفسك ما هو هذا الصوت؟ إنه هدير سيارة سيدان متوسطة الحجم لا تشكو عندما تطلب منها أن تسرع، ذلك بفضل المحرك بست اسطوانات الأقوى ضمن فئته وأكثر من 45 ميزة للسلامة والأمان. إنها سيارة تحلق، لذلك هي تحمل جناحين في المقدمة. أستطيع أن أرى العالم في يدي. الرعاية الإلهية ونحن نثبتها في القلب. مجموعة مستشفيات ومستوصفات بدر السماء تقوم أكثر بالعناية الصحية، العناية البشرية. الآن مفاجأة كل ساعة، الآن احتفال كل ساعة، الآن فائز كل ساعة. مع برنامج المميز للادخار من بنك صحار، هناك ملايين من الريالات بانتظار الفائزين، أكثر من مليون ريال عماني في جوائز كل ساعة، أكثر من ربع مليون في الجوائز الربع سنوية، وأكثر من ثلاثة أرباع المليون في جوائز نهاية العام. لا تضيع ساعة أخرى، انضم إلى برنامج المميز للادخار الآن. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مسقط، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. مرحبا بكم في هيلتون صلالة. يعد هيلتون صلالة المكان الأمثل للاسترخاء. اشعر وكأنك في منزلك في هذه الغرفة الفسيحة. استمتع بأشعة الشمس والسباحة في مسبح ذو تصميم حر. تذوق أشهى المأكولات البحرية الطازجة بينما تستمتع بمنظر المحيط الهندي. هيلتون صلالة. أحد الرابحين لسيارة كرايزلر 200 LX. يمكنك الربح
من خلال شراء تذكرة حضور البرنامج للدخول في فرصة الربح كل يومين، أو إرسال رمزة على الأرقام المبينة على الشاشة لربح سيارة كل أسبوع. شكرا لكم. طبعا في مطر الآن على المكان اللي احنا موجودين فيه. انا اشكر بس زملائي ايضا المصورين والفريق الفني الرائع اللي ينقل البث المباشر لرمسة. نعم في حماية على الكاميرات بس هم مثل ما احنا شايفينهم الآن. شكرا جزيلا لكم جميعا. السيارة يا شباب ويا اخوات كالعادة اقول هنا ولا هناك ولا هنا ولا هنا ولا آخر شيء بعد شوية معي ماما. من اسمك؟ ريان. ريان، يلا يا ريان. ومعي الحسام. يا سلام يا الحسام، تعرف إيش معنى الحسام؟ يلا ريان تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. ريان 3-8-2-2-0 3-8-2-2-0. والجائزة آسف، يلا خذيها معاك يا ريان. يلا يا حسام على السريع بابا، افتح. تقدر تفتح؟ شاطر. 100 ريال، 100 ريال. والجائزة الثانية وخليها هناك. يلا ماما الجائزة الثانية. الجائزة الثانية 3-8-7-2-0 3-8-7-2-0. وعبارة عن، نشوف عبارة عن ايش الهدية او الجائزة، وهي عبارة عن 100 ريال. 100 ريال. ريان بسرعة يا ريان، مقلب والله بقلب. 4-7-3-5-6 3-7-3-5-6. وعبارة عن، يلا عبارة عن، الجائزة عبارة عن ميديا بات. ميديا بات من عمان تل. شكرا عمان تل. والجائزة اللي بعديها طبعا الشباب يحسبون معاي. 4-7-9-1-7 4-7-9-1-7 4-7-9-1-7. والجائزة من غير ما أقولكم، يلا على السريع، يلا سحبي ماما. عبارة عن 100 ريال. 100 ريال. والرقم التالي 4-8-1-9-9 4-8-1-9-9 4-8-1-9-9. والجائزة عبارة عن 200 ريال. 200 ريال. والرقم التالي 4-6-3-2-0 4-6-3-2-0 4-6-3-2-0. والجائزة عبارة عن، نشوف الجائزة. جاهز يا حسام؟ والله انك حسام يا حسام. 150 ريال. 150 ريال. وريان انت يا ريان. 4-6-0-1-9 4-6-0-1-9 4-6-0-1-9. والجائزة عبارة عن 100 ريال. 100 ريال. 3 جوائز والسيارة. والرقم 4-6-9-2-8 4-6-9-2-8 4-6-9-2-8. وعبارة عن هاتف بلاك بيري من عمان تل. مبروك. والجائزة قبل الأخيرة ورقمها 4-6-8-3-9 4-6-8-3-9. وعبارة عن، الجائزة عبارة عن، نشوف نشوف، عبارة 150 ريال. 150 ريال. والرقم الأخير والجائزة الأخيرة قبل السيارة طبعا 4-0-6-4-9 4-0-6-4-9. وعبارة عن يا الحسام 100 ريال. 100 ريال. والسيارة الآن، السيارة الآن
السيارة الآن؟ لمن السيارة؟ مين ياخذ اليوم السيارة؟ من أي جهة؟ ها؟ إن شاء الله. لحظة. حسام اسحب. اسحب رقم يا حسام. اسحب رقم يا حسام. هذه بطاقة السيارة. ثلاثة. تسعة. ستة. ثلاثة. ها؟ صاحب السيارة. أعيد. ثلاثة تسعة ستة ثلاثة اثنين اثنين 39632 39632 من هو صاحب السيارة؟ خلنا نوه بس لأولادنا وبناتنا اللي انتهوا من دبلوم التعليم العام الثاني عشر. في بالنسبة لهم مسألة التعديل في الخيارات إن شاء الله. بيكون آخر يوم يوم 30 من هذا الشهر لاختيار البرامج الدراسية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وفق نظام القبول الموحد. أولادنا في ظفار في ثلاث مراكز في محافظة ظفار: كلية العلوم التطبيقية لتسجيل الطلاب، جامعة ظفار لتسجيل الطالبات بناتنا، وأيضا مدرسة جابر بن حيان بولاية ثمريد لتسجيل الطلاب والطالبات من أولادنا في محافظة ظفار. طبعا هذا هو صاحب السيارة، هذا هو صاحب السيارة. نقول له مبروك صاحب السيارة. يا مرحبا. مرحبا. حياك الله. تعرف عليك؟ احمد محمد محاد الحريزي من ولايه المزيونه. من المزيونه ما شاء الله. حيا تحيه لاهل المزيونه ولكل اهلنا في محافظه ظفار. مرحبا. جيتنا اليوم؟ لا قد لي ثلاث ايام. من ثلاث ايام؟ اي نعم. وكل يوم تكون موجود معنا؟ اي نعم. وحاط عينك على السياره؟ ان شاء الله. وكنت تتابعنا في المزيونه؟ اي نعم. كم بطاقه خذيت اليوم؟ خذيت 10 بطايق. 10، اعطيني البطاقه هذه، هذه بطاقه السياره. ثلاثة تسعة ستة ثلاثة اثنين. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تستاهل كل خير وإن شاء الله تكون موجود معنا إلى آخر ليلة في رمضان. ألف مبروك. مشكورين على هذا التقديم الطيب ومشكور خاص الخالد الجيلي المبدع. بارك الله فيك حبيبي. على الضحكة الحلوة المبشرة دائم المفاجآت الحلوة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك حبيبي. شكرا جزيلا. يستاهل. واحد من أولادنا أخذ السيارة اليوم، إن شاء الله تكون يعني فرحته ودرب السلامة يا رب العالمين. كل التحية طبعا مبروك اللي فازوا معنا اليوم، وإحنا فلزنا بوجودكم معنا ومع هذا الجمهور المشاهد الكريم. بكرة إن شاء الله لقاء آخر يجمعنا، اليوم التالي بتكون معنا سيارة ومستمرين ومفاجآتنا مع ضيوفنا. كل التحية كل التقدير للمؤسسات الداعمة لرمسة. التحية لبلدية ظفار الداعم الحقيقي لبرنامج رمسة. شكرا على هذا المكان الجميل. احنا في موقع كثير رائع الحقيقة، سيحتضن بعد أيام ثاني يوم العيد إن شاء الله احتفالات المحافظة بمهرجان صلالة السياحي مركز البلدية الترفيهي. وعلى الأمطار استقبلناكم ونودعكم أجواء رائعة جميلة تشهدها محافظة ظفار. في الغد نلتقي. تحية الفريق الرائع اللي موجود معي، تحياتي خالد زجالي وتحيات رشيد اليافعي. في أمان الله.